والآن مشاهدينا موعدنا مع فقرة كورونا والاقتصاد مع أقبال كليلي. مساء الخير أقبال. مساء النور ديما، أهلا وسهلا. كيفك مرحبا. اليوم؟ مليح إن شاء الله، تكون مليحة وكل الناس مليح و سعيدة وسالمين. باستضافتك. عن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم نحكي عن خبر هو على يعني يتصدر كل النشرات، وهو طبعا خبر تعليق أمريكا مساهمتها في منظمة الصحة العالمية، وعن الجدل بشأن تمويلها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتعليق المساهمة المالية التي تقدمها بلاده إلى المنظمة بسبب سوء إدارتها لأزمة تفشي فيروس كورونا حسب تعبيره. فدعونا نطلع على تمويل المنظمة وموازنتها ومصادر موازنتها. يعني مثل ما نرى، تبلغ موازنة المنظمة 4 مليارات و400 مليون دولار أمريكي، وتقسمها المنظمة إلى 6 أبواب تمول فيها مشاريع توعية ودعم أبحاث وتنسيق الجهود الدولية في المجالات التي نراها على الشاشة، وهي الأمراض السارية، ونعني بها الأمراض التي تنقل الإنسان من إنسان آخر أو حيوان، إما عن طريق الفيروسات أو البكتيريا. الباب الثاني هو الأمراض غير السارية، وهي يعني أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها. الأبواب الأخرى هي تعزيز الصحة طول العمر، النظم الصحية، الطوارئ، الإدارة، شلل الأطفال. المنظمة تقسم هذه الأبواب إلى مجالات، ويستأثر مجال استئصال شلل الأطفال بنسيب الأسد بحوالي 902 مليون دولار. وتأتي الأمراض التي يمكن الوقاية منها بلقاحات في المرتبة الثانية، فيما تنفق المنظمة على الصحة الأنجابية وصحة الأم التي تأتي في المركز الثالث 211 مليون دولار سنويا. هذا الإنفاق لهذه الأموال؟ بالضبط، يعني هي أموال كبيرة وميزانية ضخمة، 4 مليارات ونصف مليار دولار سنويا. ولكن توزيع هذه الأموال هو توزيع غير متكافئ، يذهب خاصة للدول التي تعرف مشاكل هيكلية في نظامها الصحي، ونعني بالطبع يعني الدول الأفريقية وغيرها من الدول، وهي مشاكل تسمح لها بتغطية مصاريف الصحة الأساسية كاللقاح والصحة الأنجابية. وبالتالي فإن القارة الأفريقية تستأثر بحوالي نصف نفقات المنظمة، أي 42%، بينما تأتي منطقة شرق المتوسط والتي تضم أغلب الدول العربية بحوالي 15%، أي بحوالي 700 مليون دولار سنويا تنفقها منظمة الصحة العالمية في الدول العربية، باستثناء المغرب والجزائر وموريتانيا التي تصنفها المنظمة من الدول الإفريقية، ولا ندري لماذا. طب من يدفع أقبال؟ يعني مصادر التمويل منوعة ومختلفة، ولكن تبقى مساهمة الدول الأعضاء ضرورية، إذ تغطي أكثر من نصف النفقات، فيما تأتي المنظمات الخيرية وعلى رأسها منظمة بيل جيتس في المركز الثاني. كما تدفع الأمم المتحدة 15% من موازنة المنظمة، ويساهم القطاع الخاص مثل ما نرى ب 3% فقط، فيما يبدو هو من أبرز المستفيدين من أنشطة المنظمة على الصعيد العالمي. نعم أقبال، أمريكا اليوم انسحبت، فما هو حجم مساهمتها؟ هل ستنهار القصص يعني بعد انسحابها؟ لا أعتقد أن ستنهار، ولكن طبعا مساهمة كبيرة جدا. في الحقيقة مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية هي في حدود 22% من مساهمات الدول الأعضاء، أي ما يقارب 115 مليون دولار سنويا. وإجمالا تساهم 6 دول فقط ب 60% من مساهمات المنظمة، إذ تحل الصين ثانية ب 12%، اليابان ثالثة ب 10%، ألمانيا سادسة رابعة ب 6%، وتقتسم فرنسا وبريطانيا المركز الخامس بحوالي 5%، أي 21 مليون دولار سنويا. فضيحة يعني، لكن ربما الفضيحة الأكبر الدول العربية أو لا؟ يعني لا أدري إن كان ربما يعني هذا الوصف ينطبق على المساهمات نظرا لحجم التحديات على المستوى العالمي في المجال الصحي. الدول العربية تساهم مجتمعة ب 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مساهمة بلد مثل البرازيل مثلا. طبعا دول الخليج تحتل المرتبة الأولى، فيما لا تتجاوز مساهمة دول مثل الصومال أو جيبوتي 5000 دولار سنويا فقط. وهذا طبيعي، لأن هذه الدول بحاجة لدعم المنظمة أكثر من المساهمة، وبالتالي تبقى مساهمتها رمزية. يعني بعض الدول الأردن 100 ألف دولار سنويا، العراق 600 ألف دولار سنويا، مصر تقريبا مليون دولار سنويا، المغرب ربع مليون دولار. يعني هذه هو بالفعل منيح، عم بتبرعوا يعني. بالضبط، ولكن هي يعني تعتبر يعني أغلب الدول العربية الدول اللي هي بحاجة أكثر لدعم المنظمة، خاصة وأنها تعرف هشاشة في نظامها الصحي.
نعم إقبال، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، ونلتقي الأسبوع المقبل. شكرا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا للمتابعة، نلتقي غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت القدس. خليكم بالبيت من أجل الطواقم الطبية، من أجلنا ومن أجل من تحبون. إلى اللقاء.